النباتات وظائف أجزاء النبات. هل تعلم يا بني إننا نتغذى على أجزاء متنوعة من النباتات؟ وكيف ذلك يا أبي؟ نحن نأكل الجزر وهو من الجذور للنباتات، ونأكل الخس وهو من الأوراق للنباتات، ونشرب عصير قصب السكر وهو من الساق للنبات. فهمت يا أبي، أنت تقصد أن النبات يتكون من ثلاثة أجزاء وهي جذور وساق وأوراق. صحيح يا بني، وهل تعلم يا بني ما هي فائدة الجذور للنباتات؟ نعم يا أبي، فالجذور تقوم بامتصاص الماء والأملاح المعدنية من الأرض، كما تقوم أيضا الجذور باختزان الغذاء وبدعم النبات وتثبيته في التربة. أحسنت يا بني، تمتص الجذور الماء عن طريق شعيرات جذرية تتفرع منها، وهي تراكيب شبيهة بالخيوط الصغيرة الرقيقة، ويتركب الجذر في النبات الوعائي من ثلاث طبقات مختلفة، وقولون سواه تغطي قمة الجذر وتوفر الصلابة الكافية والحماية في أثناء اختراقه للتربة. تسمى الطبقة الخارجية للجذر بالبشرة، ويلي البشرة طبقة القشرة التي تخزن الغذاء، وتقع أوعية النقل في مركز الجذر، وهي تقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية التي تمتصها الشعيرات الجذرية. هل يوجد للجذور أنواع يا أبي؟ نعم يا بني، تختلف أنواع الجذور بحسب نوع النبات، وتمتاز بعض أنواع النباتات بجذور متخصصة تناسب بيئتها، ومنها الجذور الهوائية التي لا تلامس الأرض أبدا، والجذور الليفية وهي جذور دقيقة متفرعة لا تمتد كثيرا في التربة، والجذور الوتدية التي تنغرس عميقا في التربة ويتفرع عن جزءها الرئيس جذور جانبية صغيرة. شكرا لك يا أبي، لقد عرفت الآن أنواع الجذور. الحمد لله، هيا بنا يا بني لننتقل للجزء الآخر من المزرعة. انظر يا أبي، أساقي هذه الشجرة كم يبدو قويا. نعم يا بني، إن للساق أهمية كبيرة في حياة النبات، فهو يؤدي وظيفتين في النبات. الأولى دعم النبات وحمل الأوراق والأزهار والفروع، والثانية تنظيم نقل الماء والغذاء في النبات. وهل هناك أنواع للسيقان مثل الجذور؟ نعم يا بني، هناك نوعان رئيسيان من السيقان. النوع الأول الساق اللينة، وتمتاز الساق اللينة بأنها طرية وخضراء ويمكن ثنيها بسهولة، كما أن لونها الأخضر يدل على احتواء خلاياها على مادة الكلوروفيل التي تسهم في عملية صنع الغذاء. أما النوع الآخر من السيقان فهي الساق الخشبية، وهي محاطة بقشرة صلبة تحميها ولا تحتوي على كلوروفيل، ونحن نشاهدها في الشجيرات القصيرة والأشجار العالية. وأوراق هذه الشجرة هل لها فائدة؟ سؤال ذكي يا بني، تقوم أوراق النبات بعملية مهمة جدا، هي
البناء الضوئي، وهي عملية إنتاج الغذاء التي تتم في خلايا طبقة البشرة. ويحتاج النبات إلى ثلاثة أشياء رئيسية للقيام بعملية البناء الضوئي، هي ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون. شكرا لك يا أبي، لقد استفدت الكثير عن النباتات من خلال زيارتنا لهذه المزرعة. الحمد لله. والآن فلنلخص ما تعلمته اليوم. للنباتات ثلاثة أجزاء، وهي الجذور والسيقان والأوراق. فالجذور تؤدي وظيفة امتصاص الماء والأملاح من الأرض، وتختزن الغذاء وتداعم النبات وتثبته في التربة. ولها ثلاثة أنواع، وهي الجذور الهوائية والجذور الليفية والجذور الوتدية. أما الساق فيؤدي وظيفة دعم النبات وحمل الأوراق والأزهار والأفرع وتنظيم نقل الماء والغذاء في النبات. وأنواعه الساق اللينة والساق الخشبية. أما الأوراق فتؤدي وظيفة مهمة جدا، وهي البناء الضوئي لإنتاج الغذاء.